بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير ومسرات، وحياكم الله معنا في فقرة الفي آي بي. وكما عودناكم دائما يكون معنا سعادة السفراء، اللي في البداية نشكرهم على استجابتهم لدعوة القناة وأيضا البرنامج وأيضا فقرة الفي آي بي. يعني هؤلاء السفراء ينقلون ثقافات لدول عربية وإسلامية لها تاريخ كبير جدا، ونتشرف دائما في قناة الواقع أن يتواجدون معنا. الليلة إن شاء الله راح تكون مختلفة اختلاف كليا على الحلقة الماضية، لأن الليلة راح تكون ليلة طاجيكية بكل ما تعنيه الكلمة من ثقافة وأيضا من عادات وتقاليد، وأيضا ما شاء الله من هذا التاريخ المشرف جدا لطاجكستان. وأيضا نرحب في سعادة السفير أكرم كريمي، حياكم الله سعادة السفير، وشكرا لاستجابة دعوتنا وتشريفنا في هذه الليلة. شكرا جزيلا للاستضافة صاحب السعادة، وشكرا جزيلا لتاحد هذه الفرصة. الفرصة هذه الليلة أعطتنا لنقيم الليلة الطاجيكية كما تفضلتم، ولنستعرض من خلال هذا البرنامج القيم الثقافة الطاجيكية، الحضارة الطاجيكية، وكل ما يتعلق بطاجكستان والشعب الطاجيكي. شكرا جزيلا مرة أخرى للاستضافة لإتاحة هذه الفرصة. نعم، شرفتمونا. أنا في البداية دائما المقدمة تأخذ الطابع الرسمية، لكن نهدي الرتم أثناء الحلقة حتى نتحدث بكل عفوية. وشي مسي بالخير على الشباب الموجودين، موفقين إن شاء الله. يعني الشباب ما شاء الله يقدمون عمل في رياليتي قوي جدا من خلال ما نشاهد في شاشة الواقع، ومتسابقين، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. بضرح إن شاء الله يشاركونا في الحلقة بأسئلتهم المتميزة جدا.